قتل جنديان إسرائيليان وأصيب آخرون الأربعاء في عملية نفذها حزب الله استهدفت مركبة عسكرية إسرائيلية بصاروخ قرب الحدود في أكبر تصعيد منذ حرب عام 2006. وأدى صاروخ أطلقه مقاتل حزب الله إلى إصابة الجنود الإسرائيليين، مما أثار عمليات انتقامية للجيش الإسرائيلي. وقال مسؤول أمني إن المدفعية الإسرائيلية أطلقت 22 قذيفة على الأقل على منطقة زراعية مفتوحة في جنوب لبنان بعد الهجوم، فيما أعلن متحدث باسم قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان عن مقتل أحد جنود القوة. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن على من يحاول تحدينا على الجبهة الشمالية أن يتذكر هجوم إسرائيل على غزة في العام الماضي. وتأتي عملية حزب الله بعد أيام من غارة جوية إسرائيلية على منطقة القنيطرة في هضبة الجولان السورية المحتلة، أسفرت عن مقتل أعضاء بارزين في جماعة حزب الله الذي توعد بالانتقام. ويقول الحزب إن مجموعة شهداء القنيطرة الأبرار نفذت هجوم الأربعاء على قافلة إسرائيلية في منطقة مزارع شبعة. ويتزامن التصعيد على الحدود اللبنانية مع قصف جوي إسرائيلي لمواقع مدفعية في جولان، قالت إسرائيل إنه رد على صواريخ أطلقت صوب الأراضي الإسرائيلية.